أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1750 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 3 أبريل 2019 وتنتهي في 3 يوليو 2019. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 3.75% مقارنة بسعر الفائدة 3.90% للإصدار السابق بتاريخ 27 مارس 2019. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أغلق مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة 0.93% بإقفال عند مستوى 1400 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والتأمين والخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.962 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 646 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 65 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8896 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.87% لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لهذا اليوم. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 5055 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض بلغت نسبته 0.38%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2696 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 2.35%. ذكرت مجلة أوفشور تكنولوجي الأمريكية بأن اكتشاف السعودية احتياطيات كبيرة من الغاز من مياه البحر الأحمر يأتي خلال فترة حيوية. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه على الرغم من أن البيان الرسمي لم يقدم تقديرا عن حجم احتياطيات الغاز المكتشفة، فإن وزير الطاقة خالد الفالح قال إن أرامكو السعودية ستجري دراسة جدوى استثمارية بناء على تكثيف عمليات التنقيب في العامين القادمين. ولفتت المجلة بأن هذا الاكتشاف يأتي خلال فترة حيوية في حملة المملكة لوضع نفسها كواحدة من أكبر مصدري الغاز في العالم. أكدت وكالة ستاندر أند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية عند مستوى A-2-A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في بيان لها إن النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بحفاظ المملكة على وتيرة نمو اقتصادي معتدل في العامين القادمين. وأضافت أنها تتوقع أن تخفض السعودية نفقاتها المدرجة في الميزانية لتحقيق هدفها المتمثل في ميزانية متوازنة بحلول عام 2023، حيث وضعت استراتيجية طموحة للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط والعمالة الأجنبية. أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ارتفاع الصادرات بنسبة 0.14% على أساس سنوي في فبراير الماضي لتسجل 83 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الصادرات المحلية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 51.1 مليون دولار، وبلغ إجمالي الصادرات للدول الأجنبية وباقي الدول العربية 32 مليون دولار في فبراير الماضي. وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية
إن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت الدول الأكثر استيراداً بين دول مجلس التعاون بقيمة 33 مليون دولار. أكدت وزارة المالية في مصر أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تم الإعلان عنها ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة. وبالنسبة إلى معدلات التضخم السنوية في مدن مصر فقد بلغت 12.7% و14.4% في شهري يناير وفبراير من العام الحالي. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى 2.3% في إشارة إلى استمرار تحسن سوق العمل. دفعت موجات الغلاء التي تضرب أسعار البصل والبطاطس في إيران وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية إلى حظر صادراتهما إلى الخارج وسط أزمات اقتصادية مستمرة منذ عدة أشهر، فيما فشلت حكومة طهران في التعافي من آثارها السلبية للآن. وتسيطر عمليات سمسرة واسعة على أسواق الخضروات داخل إيران وسط عجز حكومي عن السيطرة عليها، حيث ارتفعت أسعار الخضار والفاكهة بشكل مفاجئ صيف العام الماضي، وبلغت حينها قيمة بيع كيلوغرام واحد من البصل 2000 تومان إيراني. طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا كسر اعتماد بلاده على الدولار الأمريكي، الأمر الذي تسبب بموجة من الإقبال الروسي على الذهب بكل معنى الكلمة. وخلال عقد من الزمان ضاعفت روسيا احتياطياتها من الذهب 4 مرات، وكان العام 2018 أكثر الأعوام طموحا خلال هذا العقد، وذلك وفقا لما ذكره موقع بلومبرغ. وتظهر بيانات البنك المركزي الروسي أن مخزونها من الذهب ارتفع 1 مليون أونصة في فبراير الماضي، وهي الكمية الأكبر منذ نوفمبر الماضي. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 2.3% خلال شهر فبراير الماضي، ما يشير إلى استمرار تحسن سوق العمل. وأظهرت بيانات لوزارة العمل اليابانية انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 120 ألفاً أو 7% مقارنة بشهر يناير، ليصل إلى 1.6 مليون شخص. وأوضحت أن عدد الوظائف الشاغرة يبلغ 163 لكل 100 باحث عن وظيفة، فيما يعكس أزمة تناقص اليد العاملة اليابانية مع تراجع عدد السكان وارتفاع عدد كبار السن.